السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفاع جديد آخر اليوم في أسعار الذهب عن أسعار أمس. سجل الذهب العيار الـ 24 1685 البيع، 1657 الشراء. الذهب عيار 22 1545 البيع، 1519 الشراء. الذهب عيار 21 1475 البيع، 1450 الشراء. أما عيار 18 سجل 1264 البيع، 1242 الشراء. عيار 14 983 البيع، 966 الشراء. الذهب عيار 12 842 البيع، 828 الشراء. أما الذهب عيار 9 632 البيع، 621 الشراء. أما الجنيه الذهب، الجنيه الذهب سجل 11800 جنيه البيع، 12935 الشراء. هنقول الجنيه الذهب تاني يا جماعة، الجنيه الذهب ب 11800 البيع، 12935 الشراء. الأونصة بالدولار الأمريكي سجلت الأونصة 1757 دولار البيع، 1756 دولار الشراء. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل، علموا على علامة الكل يا جماعة علشان يجي لك كل جديد بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.